الحمد لله، يعني بدأت من 4 أيام تقريبا، شاركت في التمارين يعني مع المجموعة وكذا، والحمد لله إن شاء الله بإذن الله في المباراة القادمة أني أكون متواجد مع الفريق. جميل كابتن، أنت كانت لك أن هذه السنة هي إتاحت فرصة للمشاركة مع الفريق بشكل كبير، لكن أقل اللاعبين مشاركة هو عيسى المحياني مع مباراة الهلال. والله تعرف الموسم لسه بدايته، يعني لعبنا 4 مباريات تقريبا أو 5 مباريات، وإن شاء الله في القادم من الأيام في المباراة الجاية أني أكون متواجد إن شاء الله. يعني الإصابة عاقتني يعني في المباراتين الأخيرة، لكن إن شاء الله في المباراة الجاية أكون متواجد، وإن شاء الله أني ألقى فرصة أكبر.